وأنا بهذه المناسبة الحقيقة يعني ضفتي النهاردة مرنا الصوفانية. مرنا الصوفانية اسم في حي صغير في سوريا، وأنا بقول لمرنا أهلا بيكي مرنا، نورتي مونتريال كلها، نورتي كندا كلها يا مرنا. هتكلم عن مرنا الصوفانية واحنا بنشوف بعض المناظر. We'll see some few things, you will see that. ففي حي في سوريا ظهرت ظاهرة روحية، وبدأت يوم السبت 27 أكتوبر 1982. انسكبت زيت من أيقونة صغيرة. هذه الأيقونة كانت في حيازة مرنا اللي موجودة معايا بمناسبة عيد الفصح وعيد الفصح الأقباط الأرثوذكس، والجمعة اللي فاتت كان عيد الفصح الأقباط الكاثوليك. مرنا وإحنا بنشوف والناس بيشوفوا اللي بيحصل، الحقيقة إيه هي دعوة مرنا لتوحيد الكنيسة والكنائس؟ لو كانت الدعوة من عندي فأنا لازم أسكت، إنما الدعوة من عند الله، لأنه هو بيقول اذهبي وبشري في العالم أجمع وقولي بلا خوف أن يعملوا من أجل وحدة، ولا تختاري طريقك لأني أنا رسمتها لك. فمهمتي إنه لبي رغبة الله، ورسالتي هي إنه أعمل بمشيئته. مرنا، ما هو إحساسك؟ وأنا شخصيا وبعدها وقلتها مرارا وتكرارا، حصلت لي أنا ما كنتش بآمن، وفي يوم من الأيام ربنا يسامحني بقى مسكت إيدك بقول لك إيه موضوع الزيت، نطر الزيت من إيدك على إيدي، الكلام ده عمره كذا سنة. بقول إنه الزيت ده يعني شفى سرطان، واتكلموا عنه الكهنة كلهم في سوريا، شلل، انفجار في الدماء، عمل حاجات كتير. لما ظهرت لك العذراء مريم، يا أيتها المبروكة مرنا، لما ظهرت لك العذراء مريم، ما هو إحساسك كبشر وظهرت لك العذراء خمس مرات؟ أول مرة هربت. أنت اللي هربتي، خفتي؟ خفت. خفت، ما كنت محضرة إنه شوف العذراء. ثاني مرة كان أبونا الياس حلاوي كان قايل لي إنه العذراء أم والأمة بتخوف، تبي منا شجاعة وصلي وقولي لها هيئيني تقدر استقبلك. فكنت مراقبة من كل العائلة، من كل الجيران، من كل اللي بيجوا بيصلوا. ظهور ثاني كنت مفكرة إنه هن اللي حشوفوا مثلي، شفتها لوحدي وسمعتها لوحدي. إحساسك صعب الواحد يوصف هذا الشعور، كثير صعب. أكيد يعني اكيد اكيد ابسط أكيد كلمه بقولها انه يا ريت العالم كله بعيوني تشوف اللي عم شوف. املك لوحده الكنائس؟ وحده الكنيسه ما كانت تعني لي قبل ظهرت الصوفانيه، لانه انا لما بلشت قصتي كنت عروس 6 شهور وكان عمري 18 سنه. لما يسألوني عن يسوع بقولون يسوع اسم عرفته من طفولتي، لأنه ربيت بجو مسيحي دايما اسم يسوع على لساننا، اسم العذراء على لساننا. بس كنت أسأل نفسي إنه قديش كانت حياة يسوع بتعني لي، قديش كانت حياة العذراء بتعني لي. ما كنت يمكن ما كان يعني لي كثير مثل ما بعد ظهرت الصوفانية. كان عندنا 30 ثانية، يعني عندنا الإنجيل وعندنا الحاجات دي كلها، ما هي قيمة هذه الظواهر اللي بتحصل؟ أول شيء أنا دايما بقول للعالم ما تتعلقوا بظاهرة. الظاهرة مو هي لحتى تثبت إيماننا، لأنه نحن المعمدين الإيمان موجود، إنما بده مين يفجر هذا الإيمان، لأن الإيمان مخبى مخفي، خايفين ما بعرف ليش. مشان هيك الظاهرة لحتى تدعم إيماننا، لحتى تذكرنا
بالإنجيل، إنما الإنجيل هو كفاية، ولكن السؤال هل نحن فعلا نؤمن بالإنجيل؟ إذا كنا منؤمن بالإنجيل لازم نطبق تعاليم الإنجيل. مرنا بشكرك، كل سنة وانت طيبة. وأنا سعيد إنه زميلتي رند حسون هتلتقي بيكي، والناس هيشوفوكي في البرنامج اللبناني، كما قلت الحقيقة لرباب أخت الإمام الصدر اللي نجحت زيارتها هنا. ونكمل برنامج، كل سنة وانتم طيبين.